أيسل بتقول أخوها متوفي وقال لها وزعي عليا بن. شوفي طلب الميت حاجة زي كده صريحة اعمليها على طول، بس طبعا مش بن. هو البن رمز للفرح ورمز للمناجاة ورمز خير جدا جدا. أما يطلب بالتوزيع، هو طالب منكم ان انتوا تفرحوا، ان انتوا تفرحوا وعيشوا ايامكم الجميلة. يعني هي رسالة ليكم ورسالة ان هو فعلا كمان طلعوا له صدقة عادي جدا. بس الرسالة المؤكدة معايا في الرؤية ان هو بيديكم اشارة ان انتوا لازم تفرحوا. واضح كده ان في الصوت جميل حبيبتي، واضح كده ان في يعني امور بتوصل ليكم او بتحصل ليكم وانتم مكتمين على فرحتكم مش قادرين تفرحوا، فهو طالب منكم ده. رنا انا بحبك، بشرتيني قبل كده بالذريه الصالحه، ان شاء الله ربنا يرضيكي باذن الله تعالى. ولو كنت فعلا ربنا كرمك بالحمل، فان شاء الله يا رب تكملي على خير ويرزقك دايما كده بالخير والصحه ليكي انتي والبيبي يا رب. ام ابراهيم، حلمت اني كنت ماشيه وفي بياع بيبيع خضرة ببلاش وأخدت منه تومية يعني توم. عامة رؤية زي دي طبعا بتدل قدامي انك انت مقبلة على رزق بس محدود شوية. يعني ايه؟ يعني ما ربنا يعطيني امر انا بسعى ليه وخصوصا خاص بالماديات، ويجي لي رمز صغير كده مبين رزق ضعيف شوية، احتفظ بالحاجة دي وطبعا اتصدق، وإن شاء الله ربنا يضاعف لك بإذن الله تعالى الخير. والله أعلى وأعلم. حاضر هقبل إضافات، حاضر أنا عندي حبة إضافات هنا. عشقي الله، يلا أنا قبلت الإضافة، يلا يا عشقي بسرعة. ياسمينة، حلمت بعصفور لونه تركواز كان طاير فوق. خدوا بالكم اي حد هيدخل معايا على البث المباشر اللي مش عايز يظهر يضغط على الكاميرا او يقفل الكاميرا. يلا عشقي الاضافة وصلتك. حلمت بعصفور لونه تركواز طاير فوق وفضل يقرب مني ومسكته في ايدي ولقيت بقه بيفتحه، فبقول لأختي يا ترى هو عطشان ولا جعان؟ كنت بفكر أجيب قفص ليه ولا أطيره. ده حد ممكن يظهر في حياتك، فعايز أقولك تاخدي بالك لأنه هو حد في منتهى الذكاء والخبز، فعايزك تكوني حريصة على قد ما تقدري الفترات اللي جاية. كوني حريصة لأن في واحد هيحاول إنه يتقرب منك، هيقول أحلى الكلام لكن هو عنده خبز ودهاء. فربنا يا رب يقدر لك الخير ويبعد عنك شر الخبثاء.